السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى الف خير، وتكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، غادي نشارك معكم هاد الدونات الرائعين، كيجيو زوينين وناشفين بالقطره ديال الزيت، كيطيبوا في الفرن، كيجيو غزالين البنات. وغادي نشارك معكم كيك بالشوكولا، بحشوه ديال الشوكولا، كتجي حتى هي غزاله ولذيذه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. يلا غادي نمشيو دابا المقادير. كيف ما كتشوفوا معايا، عندي كاس ديال السكر سنيده، بيضه، معلقه ديال الخميره الفوريه، جوج فاني، معلقه ديال الزبده بحراره المطبخ، وكاس الحليب الدافي، والطحين على حسب الخليط، تقريبا ثلاثه الكيسان ديال العنبه اللي هزات ليا. هذه العجينه البنات ديال الدونات. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، خلطت النواشف كاملين بالخميره، بكل شيء. الخميره تقدروا تذوبوها الا بغيتوا، من الاحسن ذوبوها في شويه الحليب. صافي، هنا ضفت هذيك البيضه الكامله ديالنا، غادي نخلطها شويه، وغادي نبدا نضيف في الحليب شويه بشويه. الحليب يكون دافي البنات باش دغيا تخمر لينا العجينه ديالنا. وصافي، من بعد ما غادي نحيد هذه المعلقه، غادي نخدم بيدي شويه، نجمع العجينه وندخل فيها هذيك المعلقه ديال الزبده، تكون بحراره المطبخ البنات باش تجيكم سهله في الخدمه. العجينه راه كتكون مرخوفه البنات، ما تخافوش منها، حيت ملي كنبغيو نطلقوا هذوك الدونات ديالنا، راه كنرشوا الطحين كنرشوا سطح العمل بالطحين. وصافي، هنا غادي نضيف هذيك المعلقه ديال الزبده وندخلها في العجينه ديالي، ونخليها ترتاح وتخمر مزيان، ونرجع معكم مني غادي تخمر لينا. ودابا غادي نمشيو نحضروا الكيك ديالنا. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات، في المقادير ديال الكيك عندي 5 ديال البيضات كاملين، عندي كاس ديال السكر سنيده، غادي نضربهم مزيان بالطراب يطلع لينا البيض، ومن بعد غادي نبداو نضيفوا في الزيت بشويه بشويه. دائما الفاني البنات حاولوا تخليه هو الاخر، باش ما كيمشيش لينا هذاك الجهد ديالو مع التراب. صافي، غادي نبدا نضيف في الزيت بحال الا كتخدموا في المايونيز. الزيت دائما نضيفوه بشويه بشويه على هذا الشكل. صافي، وانا كنطرب في نفس الوقت. عندي كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معايا، راه واضح في الفيديو. وهنا غادي نضيف كاس ديال الحليب. من بعد ما ساليت غادي ندير الفاني ونعاود نطرب واحد شويه. وهنا غادي نبدا نضيف في الدقيق ديالي. الدقيق البنات على حسب الخليط، ما تكونش الكيكه ما تكونش ثقيله بزاف. هنا ضفت 3 ديال الخمارات و 3 ديال الفاني. صافي، غنحيد التراب ونبدا نخدم بالتراب اليدوي. هنا البنات ما قدنيش هذيك الاناء اللي كنخدم فيه، فغادي نقلبو في اناء الكبير وغادي نكمل الكيكه ديالي. ومن بعد ما ضفت الدقيق للقياس كامل، كيف ما كتشوفوا معايا الخليط كيف كيكون، ضفت واحد المعلقه تقريبا مملوءه ديال الخل. تقدروا تضيفوا الحامض حتى هو كيجي مزيان البنات. الخل كيخليها تجي رطبه وتجي بيضه من الداخل وهشيشه. هنا عندي المول مدهون بالزبده والدقيق، وغادي ندخلها الفران يكون بارد البنات على نار متوسطه. وهنا رجعنا لي دونات ديالنا من بعد ما خمروا لينا، كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالهم. صافي، غادي نخرج منهم هذاك الهواء، وغادي نرش سطح العمل بالدقيق ونخدمهم كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نوريكم باش خدمتهم، نتوما خدموهم باش ما بغيتوا، باطار كيف ما كان. صافي، غادي نطلقها بحال هكذا، ما تغلضوا ما ترقوهاش بزاف البنات، خليوهم غلاض شويه. صافي، وغادي نبدا نقطع فيهم ونستفهم في الطاوة ديال الفران ديالي. بينما طابت ليا الكيكة، غادي يكون الفران نيت سخون، كنشعلو عليهم الفوق والتحت، ونقصو النار تكون مهيلة، ونخليوهم يطيبو هنا حتى يخمرو. كنقطعوهم ونديروهم في اللاطة ونخليوهم يطلعو على خاطرهم يخمرو مزيان. غادي نشوفو كلشي في الفيديو البنات. نخليوهم يخمرو وكندهنوهم بصفار بيضة وشي شوية ديال الحليب، وندخلهم الفران على نار تكون مهيله من الفوق ومن التحت، يكون الفران سخون من قبل البنات. يلا نخليكم على فيديو.
انا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران طابت ليا. عندي هنا هاد الصوص ديال الشوكولا اللي مجدها من قبل. نتوما البنات عمروها باي صوص شوكولا بغيتو، تقدروا ديروا نيوتيلا، تقدروا ديروا غير دانيت بوحدو اللي بغيتو. انا هاد الصوص دايره فيها كاس ديال الحليب وجوج معالق ديال المايزينا، معلقه ديال السكر سنيده، فاني وثلاثه المعالق ديال الكاكاو. من بعد ما كطيب كنضيف ليها دانيت. كتجي زوينه هاد لاصوص البنات، جربوها غادي تعجبكم. وصافي هنا كنثقب هذيك الكيك ديالي باي حاجه بغيتو. انا درت هنايا السورينغ صافي، وغادي نبدا نعمر هذوك الثقيبات اللي درت، والتزيين في الاخير غادي يبقى اختياري ليكم البنات. يلا نخليكم على فيديو. وهنا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال لي دونات ديالي. سمحوا لي بزاف لانه المقطع اللي كنت خرجتهم من الفرن وزينتهم مشى ليا ولا ما تسجلش يمكن فما لقيتوش. المهم التزيين كيبقى اختياري ليكم. انا هنا زينت بالشوكولا البيضاء او الشوكولا السوداء، وزينتها بحقيقه بحال هكا ديال الفانيد او بالفيرميسيل اللي بغيتو. صدقوني البنات راه كيجيو غزالين وحسن من اللي كيجيو احسن من اللي مقليين في الزيت، كيجيو هكا في الفران حسن. وهذه الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل من الداخل، كتجي زوينه البنات جربوها غادي تعجبكم وغتولي معتمده عندكم. خفيفه وكتجي هذيك الصوص لداخل بحال اللي مسقيه فيها، بحال اللي مسقيه كتجي على هذا الشكل بحال هكذا. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفات ديالي وتردوا عليا في التعاليق. نخليكم على خير، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.